الأمر الثالث أو المرحلة الثالثة عند التغسيل أن يقوم المرء بعصر بطن الميت، لأن الميت ربما كان في بطنه بعض الفضلات، فإذا عصر بطنه عصرا رفيقا يسيرا فإنه تخرج هذه الفضلات من جسده، وفي هذه الحالة ربما لا تخرج بعد ذلك فيكون استعجالا في إخراجها، وهذا العصر يتكرر، ما يكون في البداية فقط وإنما في بداية التغسيل ومع كل غسلة من الغسلات الثلاث أو الخمس أو السبع التي سيأتي ذكرها، فيكون هناك عصر، ويكون العصر من العلو إلى السفل لكي إن كان هناك شيء في الأمعاء يخرج ولا يخرج بعد ذلك عند حال حمله أو حال دفنه أو الصلاة عليه، فلذلك استحب عصره. ولا يعصر بطن الميت إذا كانت المرأة حاملا، لأنه لو عصر ربما خرج الجنين الميت في بطنها، وفي هذا مثلة للمرأة الميتة وأذية للأحياء ولا شك، فلذلك يعصر البطن الميت إلا أن تكون المتوفاة امرأة.